السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريب. نعرف النهاردة إن شاء الله على معلومة سريعة في الإكسل كيفية تحويل التاريخ الميلادي إلى تاريخ هجري والعكس. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا عندي مجموعة من التواريخ الميلادية عاوز أحولهم لتاريخ هجري. أول حاجة إن أنا أحدد التواريخ الميلادية، أخدها كوبي أحطها هنا في التاريخ الهجري. طيب هبدأ إن أنا بعد ما حددتهم، أنا محددة أهو، عندي طريقة من اتنين. أول طريقة هناخدها من الهوم بيج أهيت، أبدأ أدخل في التنسيقات اللي هنا ديت، هنا مكتوب طبعا التاريخ أو الديت، هختار تنسيقات ارقام اضافيه من تحت هنا، او ممكن ان انا اعمل كليك يمين عليهم واختار فورمات سيل او تنسيق الخلايا، اضغط كده هيظهر التنسيق معانا هو حضرتك. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا على نوع التقويم، طبعا هنا هو واقف على الديت، هنيجي هنا على التايب النوع التقويم وافتح القايمه واختار هجري، اخر واحده هجري، واضغط عليها واعمل موافق، هيبدا يحول لي الارقام الى ايه؟ التواريخ الهجريه 1400 1000 وهكذا. تمام. طيب هعمل كنترول زد. طيب بص الطريقة التانية كويسة معايا، هبدأ أعمل كليك يمين على التاريخ اللي أنا عامله اللي هو الميلادي اللي إحنا عاملينه في الخانة، وأعمل على فورمات سيل تنسيق الخلايا، هيفتح معايا بالشكل ده. المرة دي مش هشتغل على التاريخ أو الديت، لا هشتغل على الكاستمز أو المخصص، هضغط هنا هيظهر لي التاريخ بالشكل ده، بيقول لي اللي هو إيه شكله، يعني أيام وشهور وسنة. هاجي على قدام الدي وأجي أكتب هنا بي 2 بي 2، تمام كده. طيب هنا راح جاي بدأ يحدد معانا اليوم. طيب بعد كده هاجي في الاشهر واروح عامل كمان ام زياده، هنا راح جاي كاتب لي ايه ذو القعده، تمام كده. يبقى هنا حول لي التاريخ بتاعي من ميلادي الى هجري. طيب في شرط هنا، التاريخ الهجري مش في شرط، هنيجي مش عاوزها هتأثر معايا، لا هنحذفهم عادي مفيش اي مشكله، احذف كده، تمام كده حضرتك. يبقى هو حولها لي الى ايه؟ تاريخ من ميلادي الى هجري. طب لو انا عملت كليك يمين فورمات سيل تنسيق خلايا وجيت هنا على البي 2 ديت ورحت عملت بس ايه بي 1، طبعا انا ممكن ادخل في الديت واختار النوع واخليها ميلادي، لا هعملها بي 1، اعمل كده احولها تاني لتاريخ ايه ميلادي. يبقى ان انا احول لتاريخ ميلادي لتاريخ هجري او الهجري العكس، ديت سهله مفيش مشكله. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب واشتراك معانا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.